سلام خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم حلويات ام رماح عشاق عصيري. انا جبت لكم عصير بالفريز، كيجي رائع، كيجي زوين، كيجي بنين، شي حاجه طوب البنات ورخيصه وكلشي متوفر عندنا. عندي المبار ديال البنات، عندي 5 الفريزات، وعندي هنا واحد الجزاره، وعندي واحد خيزو وبطاطا. كان تيقول لي الجزر، كان تيقول لي خيزو، حنا اختي كنقولوا لي خيزو. قشرتو وقشرت بطيطه وغادي نشدهم وغادي نسلقهم. شوفوا اخوتي، انا عندي هنا سميتو القزيبري، ما عندوش اللي عنده بحال هكا تيكون عنده داك القلب خضر حيدي، اللي تيكون بحال هكا دير بلا ما تحيدي. انا غنشدو ان شاء الله دابا وغنديرو يطيب حتى نتلاقى معكم. شوفوا البنات، بعد ما طاب غادي نشدو وغادي ندير بحال هكا في الماكينه، وغادي نلف عليه 5 الفريزات، وغادي نجيب البنات اللبن. عندي واحد 3 السكرات هما اللي عندي، ما عنديش سنيده. 3 السكرات البنات غادي غير 3 السكرات، غادي نجيب اللبن. اللبن نخطو بيدي، نخطو بيدي اخوتي، هاد العصير باللبن نخطو بيدي. وشوف تبارك الله، انا تنوري لكم بانما الزبده، شوفوا الزبده تبارك الله كي كدير. خديت اطرو تاع اللبن وانا نخليه حتى طراب وانا نخدوها. انتم عرفتي العصير ديال اللبن كي كيجي عصيري ومحطوط، والله اخوتي لا عصير ومحطوط، عصير راه كيجي واعر، واحد المذاق فيه راه اللي عشاق العصيري. انا جبتو لك حتى لعندك صايبيه غير باللبن، واي نكهه بغيتي، بغيتي ديري الفريز ديري الفريز، بغيتي ديري نكهه الخوخ راه هو كيكون نكهه الخوخ ونكهه الفريز ونكهه لافوكا. عندك لافوكا ديري اللبن وديري لافوكا وديري معاه خيزويا وبطاطا. عندك الخوخ ديري الخوخ وديري معاه ضروري ديك الحبه ديال الخيزويا وبطاطا. اي نكهه كانت عندك عصير، حنا عارفينه بالخوخ والباناشي بحال هكا. الباناشي غادي ديري فيه كالفواكه الا عندك، واللي ما عندكش بحال هكا الفواكه، انا عندي الفريز غادي ندير رائع. عصيري ديال الفريز راه كيجي رائع وكيجي خاطر، ديك الخطوره اللي في عصيري راه كيجي عندكم فات سميتو. علاش حك باللبن؟ اما الاحسن اخوتي ديروا اللبن ديال العبار، ماشي اللبن ديال لي ساشي. اللبن ديال لي ساشي راه كيكون ثقيل، وملي غادي تزيدوا عليهم داك خيزو بطاطا وسميتو غادي يزيد يتقال وما غاديش تقدروا تشربوه. من الاحسن دير تاخذوا هات اللبن ديال العبار، كيجي زوين تبارك الله. يعني ملي كتخلطيه كيجي هو هذاك في الثقوله ديال عصيري، كيجي رائع البنات. انا غنخلي هذا ملي صفيتو من الزبده، وغنشد هاد الفواكه ديالي وغادي نطحنهم. بعد ما طحنتهم غادي نطحن هاد الفواكه، غادي نخويهم على داك العصير، على داك اللبن اللي عندي، غادي نخويهم مزيان. ها انتم البنات نخويهم مزيان. وبالنسبه اللي باغي ياخذ اللون، اللون بحال هكا باش يولي احمر، هو راه احمر مع الاضويه بزاف داكشي باش جات. انا غنجي ندير واحد نخلطو مزيان، وغادي ندير نكهه ديال الفريز. النكهه ديال الفريز، علاش نكهه ديال الفريز؟ غير باش كتعطيك اللون احمر. دابا مع انا الاضويه ديالها هو تبارك الله راه كيبان احمر، راه تبارك الله راه كيجي زوين. عرفتي واحد المذاق، واحد المذاق فيها انتم، شوفوا راه كيجي خاطر، راه ما نقول لكمش. بعد ما خلطو غنخوي واحد شويه في داك في الطحانه، وغادي ندير فيها شويه ديال لارون ديال الفريز، غير باش كيعطيني اللون تا هو. هانتوما بعد ما درت غندير واحد شويه لارون، هانتوما درتو وطحنتوها، شوفو كي كيجي، كيجي واعر البنات شي حاجه. والله خوتي عشاق العواصير عصيري جتو، عرفتي راه تيجي رائع، راه رائع خوتي، وما عمري خطاكم. فوقت ما بغيتي عصيري كتصيبيه في الدار، يعني كلشي متوفر عندك الا الديسير بحال هكا. حتى ما عندكش الديسير تاخذي غير غرس باي سميتو هذا ديال الخوخ ولا ديال الفريز، كديرو معاه كيجي زوين. شوفوا تبارك الله كي كيجي، شوفوا الخطوره كي كيجي، عصيري ولا ما عصيريش؟ ديروا لي البنات جيب، بارطاجي مع الاصدقاء ديالكم باش دائما تعم الفائده. والناس جداد اللي ما مابونش في القناه ديالي تابوناو باش دائما تا هما وصلهم جديد. وبالصحه والراحه العصير، شوفوا تبارك الله كي كيجي، راه كيجي واعر اخوتي، واحد المذاق راه ما نقول لكمش. والله بحال كتشرب في العصير. وإلى اللقاء.